البطل المتعب والمجهد ممكن لو كتب وصية لأحبائه يكتب لهم فيها إيه؟ أمك أهم حاجة في الوجود، أهم شيء في العالم، في الحياة. الأم هي أهم شيء في الحياة. لو انطلقت في حياتك من النقطة دي فأنت في رضا وأمان مهما حدث. إيه الأمنية اللي فاتت إبراهيم عيسى وما تحققتش؟ هو يعني في عدة أمنيات صغيرة، يعني كنت عايز أحب أركب عجل، أقود دراجات، أعوم، ما أعرفش أعمل حاجة خالص. لا أجيد هذه الأشياء. وكان يعني وطفل غريب جدا، طفل قارئ، فكأنه ودع كل ال اتحرم من طفولته كطفولة. لا اتحرمت من الحاجات الصغيرة بتاعت الطفولة دي، إنما أنا طفل سعيد. أنا طفل سعيد، يعني لا يمكن أن أدعي عكس ذلك. يعني فعلا بفتقد إن أنا فكرة إنك تعوم، فكرة إنك، وبعدين الفكرة الأهم إن أنا كنت، بس كنت بتلعب كورة. بلعب كورة، حارس مرمى، أول ما ألاقي الهجمة جامدة والشوطة كبيرة أخرج أسيب المرمى وأمشي، يعني عادي جدا يعني. فيعني لكن كان نفسي أجيد اللغة الإنجليزية، وأظن إنه أنا يعني فرطت في واجب مهم كان لازم أعمله. حضرتك شايف إن دي فات أوانها؟ ما فاتش أوانها، بس أنا إرادتي هي فات أوانها. فات الأوان على الإرادة مش على الأمنية نفسها. مش على الأمنية نفسها.